السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سودو وهذا ملك صديق كشوتان بع أديت بمس دوشت فيديو مركو بعد يمر لبعض بع إلى هيك سكو على يوم هذا أسكر صاحب يال وحن كأو صنع كومنت لايك شير عن سبسكرايب حدا دوري ست سيشر كده أقول له ده دت كان وهي صاحب يال وحن دوري يا سفيان شيخ أحمد تاكا ينك لبعض هي كوسو مركو غور يصير نو ما هذا أما سوشيال ميديا كوسو قلي أفر دمرة إن أرتوحة سؤالها يعني هو حيوة دادك معقول لن نقوم بأي أي نقطي حلق والله ما ضيق أفرد مرة وليب كمونا يكن براه بلشاد تيك توك يوتيوب مالا كمونا يكن وحو حاتة تغي ورباهي ندا آل كياد عالمي جاي ووين بي بي سي بود راديا كسوتا ورباهي انتو رمبو كهالا يعني ورباهي انتو بضانا وحكا شوضا أفرد دمر كا إنك لن نقاشان أو أي فرنقيار أما يحكو ويديان سؤالو آذي يبدا الله وحش وضي لكن waxa macquul ah boqolkiiba 99 afarta dumarku inay wax kama jiraan ahayd oo ninka boorto ay ahayd arinta ugu weyn ay ahayd been inuu horta baraha bulshada ku soo galay afarta dumarkaana wana asagu qabin waxbaana kama jiraan ay ahayd way wuxuu la yimaaday afar dumar oo isogol social media la yimaaday ugu dambeyn wuxuu la yimaaday sheeko kale oo dadku ku wareereen ولكن فهم واي هذه يدد كو اي لا يابد مركز دنبال لكن ستوصو عداتي او واضح هايد إلا اي قرده دولدو إنا تلابا قادو دولدو كاي اي دولدو سوماليا وغدا شقين يرا او قيبان سردون كا دالك سوماليا كدبنا مالنتي شالي احايد ايه اللسو تاغي محكمة دا حدبا وحيابا او دادك اسموتسين ايو اما او كدود هايو ايه واح اي تاي انو ري هاي انا واحان هاي أقوياء بارهاي، بروفيسور بارهاي، بلد كران الله زر شو مسمية، محقق ولا لا، أنا جو حوي أوروبا لهي وأور إسلامية، هرت السيرة ده بقى، وحجابها لقى صور شيلو، أيا وح أي طاي، أور إسلامية أو سياسة كل احترام، بقول كيف سعاش نسجال أور كاسو أرجعش، أور إسلامية وحدنا سياسة ده كل احترام وحلو أقون صانع أوتومات كلي إنه يقر كاسي قر أرجع حساء أنت قر الدنيا ده اللي جرنا يو يعني إسلام مش هيجانا يسا كل وحير مويان أو ده اللي جرنا يو أو ده مارت السصحة وشقينا يمويان أنت ده كلي هو أرجع حس مركا وحلو سوق هذا يا عضيمة و هايلايت برنامج الكينية هذا الذي سيهرة مرك هذا الذي سيهرة مرك الله صور لقى ماشان طلب بلا مبحر يا أوتومات كلو أوقف الألين يا أم أولي هي أنا هو سيدن أم هلينين سيدن كم ودين يعني وش هو بدل يا وش هو عنده عريا إنه ياي بروفيسور إنه دولة ينو كلا على دارك دارك سومالي يا مدح سومالي إنه كلا على الله هديه أكو اسمه قال دستور تا كيا بدون يبقى إنه دستور كفرنق وضبة ودولة كلا على الله إن الله وإن إلي راجع وهدون حالك مري وهدون حالك بأي وقبل قبوي وعن عدو سكور هينين ويا دون ك تا كيا كلا على الله يو دستور كلا على الله ودستور نورش رجع يو ودولة مسؤولين إنه كلا على الله مركا een horta ma xuma qofku si kasto dambiilo u yahay inuu qareen qabsado een qareen haba qabsado ma xumee waxa ka sii cana khaldan oo wax kale ah in uu ninkan yahay nin hawiya haduu yahayna oo dhaala sax ah ama maaratay waxa ku dhalaa dil toogash xataa dadka qaar xilligi yacna u soo shaabahay ninka waxa lahaa wariyo hor u ahaa haddii ilaahay ku soo maqul yahay maxaa ku dhacdaa dad buulaayay dad baa xataa cadeymo soo bandhigayay marka cadeymahaas iyo xilligii uu ninkan ay macnaha shaqeynayay horta in la dabagal oo dabagal weyn lagu sameeyay weeyaan waxa kale oo su'aal isweydiin leh ayaa ay tahay in haddii ilaahay ku soo maqul yahay dumarkii laftirkoodu ilaa qaacidadan xisbigan islaamiga waa aaminsan yihiin dumarkaas ayaga laftirkoodu la soo qabto لكنه محكمة دا. أيضا ومهم سببتها تمركن وقفيسين
waxaan waa aaminsan yihiin. Haddii maanta taakaya la dhaadhiciyo aakhare loo dhaadhiciyo, kuwo kale oo qaacidada aaminsan bay guursanayaan oo caruur u dhalayaan, marka waxay noqonayaan ummad nooc kale bay noqonaysaa. Marka ummaddan ha la gaadho, anigu waxaan ahay aqoonyahan baan ahay, professor baan ahay, political analysis baan sameeyaa, maxaan ku idhaahdaa, anigu waxa weeye urur baan leeyahay, waa urur Islaami ah. Horta sideedaba waxyaabaha laga soo horjeedo ayaa waxa ay tahay urur Islaami ah oo siyaasadda ku dhex jira. 99% ururkaas waa argagixiso, urur Islaami ah oo haddana siyaasadda ku dhex jira waxaa loo aqoonsanayaa automatically inuu yahay ururkaasi urur argagixisa. Inta urur ee dunida la garanayo ee yacni Islaami sheeganaysa kulli wax yar mooyaane oo dee la garanayo oo dee maarata si saxa u shaqaynaya mooyaane, intooda kale waa argagixiso. Marka waxaa loo soo qaadanayaa cadeymo oo highlight banaanka la keenayaa hadalladiisii hore. Marka hadalladiisii hore markii lasoo dhigo meeshan, dooda badan buu bixinayaa, automatically wuxuu uga falcelinayaa ama uu leeyahay anigu sidan uma hadlaynin, sidan kama wadin, yacni wixiiba wuu bedelayaa. Wuxuu ku andacoonayaa inuu yahay professor, inuu doonayo inuu kala hadlo dalka Soomaaliya iyo madaxa Soomaaliya, inuu kala hadlo haddii ay ku simgal dastuurka. Taa kayaaba doonayaba inuu dastuurka falanqoodaba oo dowlad kala hadlo. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Waa duun halku maray, waa duun xaalkii ba'ay oo gabagaboobay oo aan cidu iska warhaynin weya duunka. Taa kaya ka hadlayo dastuur ka hadlay oo dastuur noo sheegayo oo doonayo mas-uuliyiin inuu kala hadlo. Marka horta ma xuma qofku si kastoo dambiilo u yahay inuu qareen qabsado, qareen haba qabsado ma xumee. Waxaa ka sii cana khaldan oo wax kale ah inuu ninkan yahay nin hawiya, nin hawiya haduu yahayna oo dhacdo saxa ama maaragtay maxaa ku dhahdaa dil toogash. Xataa dadka qaar xilligii yacna usoo shaabahay ninka waxaa lahaa wariyo hor u ahaa haddii ilaahay ku sima ogol yahay, maxaa ku dhahdaa dad buulaayay, dad baa xataa cadeymo soo bandhigayay. Marka cadeymahaas iyo xilligii uu ninkani macnaha shaqaynayay horta in la dabagal oo dabagal weyn lagu sameeyo weeyaan. Waxaa kale oo su-aal isweydiin leh ayaa ay tahay in haddii ilaahay ku sima ogol yahay dumarkii laftirkoodu ilaa qaacidadan xisbigan Islaamiga waa aaminsan yihiin, dumarkaas ayaga laftirkoodu lasoo qabto la keeno maxkamadda. Ayadana waa muhiim sababtoo ah dumarkuna waa aafaysan yihiin, waxaan waa aaminsan yihiin. Haddii maanta taakaya la dhaadhiciyo aakhare loo dhaadhiciyo, kuwo kale oo qaacidada aaminsan bay guursanayaan oo caruur u dhalayaan, marka waxay noqonayaan ummad nooc kale bay noqonaysaa. Marka ummaddan